شفت اللي حصل؟ شفت مرضك قتل ولد شمس؟ كنت عايزه تقتل بنتي. شفت ولعت في بيت عبد السلام وريتال جوه يما؟ لا لا لا، بس انا عقلي راح لما شفت بنتي واجعه ولادها بيروح. عقلي راح غصب عني. يعني عقلك قالك ان ريتال عايزه تموت شمس ولادها، قمت قررت على طول انك تحرجي مراتي وابني، صح؟ لا لا، انا شفتها وهي بتزك. شمس بتقول انها وجعت لحالها. اختك غلبانه، ما عايزاش الدنيا تولع نار. تقومي تولعي انت فيها اكتر. يعني انا ابني مش مهم عندك، عندك استعداد انك تخلصي منه عادي عشان جاي من ريتال، صح يما؟ رد عليا. لا لا، كده كده ما حصلش. انا بس زي ما قلت لك، عقلي ما كانش فيا وما كنتش عارفه انا بعمل ايه. لا انت عارفه انت بتعملي ايه كويس قوي يا جبريه. راح فين يا حسن؟ سيبيني يما. مروان مروان، زينك جيت اخويا حسن. اخوك هيقول لك على الحاصل، ها؟ فهمه فهمه يا مروان. استناني في المكتب. لا استناك ايه؟ استنى هيقول لك. ده رايح فين يا حسن؟ شوفوا رايح فين. ما تحملوش ينزل. لا تعالي تعالي اهدي. انا هاديه. انت اللي مش عارف يا الحاصل. هي مرته كانت عايزه تعمل كده، صح؟ هي. وبعدين انا بس عقلي راح مني لما شفت بنتي واجعه وبتنزف وبتموت. ما تخافيش، انا عارف وفاهم. عارف؟ لا ما اعرفش، لا ما اعرفش وما فاهمش. طيب ما تخافيش، ما تخافيش يا ماما، ما تخافيش. طب قول له. هقول له هقول له. قول لاخوك. طمني قول لاخوك، ما تخلوش يهملني. طمني طمني طمني. قول له يا مروان. مصر عند شهادة. أيوة، كنت بحاول أخليها ترجع من اللي في راسها. عملت إيه؟ ولا حاجة. حسن قول لي أخبار مفيدة إيه؟ إيه اللي فكرك بيها؟ ما عارف شيء، بس لما اختك وقعت عن الدرج ونزلت اللي في بطنها افتكرت مفيدة. ساكت ليه؟ تقصد ايه؟ انا ما اقصدش حاجة، انا قلت يمكن تكون خطرت في بالك، رحت زرتها سألتها هي عايزة ايه. لا خالص، ما خطرش. ما خطرش؟ مش هي كانت أمي ولدك ولا إيه؟ اسمع يا حسن، أنا بقولك ده عشان تبقى عارف اللي حصل ذنب مفيدة. أنا عارف إنك خايف، وأنا كمان، أنا شايل ذنبها زيك، بس أنا عايزك قبل ما تفكر وتقول عن أمي أي حاجة، عايزك تفكر زين انت عملت ايه قبل كده، فاهم؟ انت عايز تقول ايه؟ هما قلبها وجعها، عقلها راح منها وهي بتولع في بيت عبد السلام. اوعى تفتكر انها كانت عايزه تولع في ولدك ولا مرتك. كل اللي كان في عقلها انها تنتقم لبنتها وبس. بس شمس بتقول شمس هي الوحيده اللي تستحق العيش في البيت دي.
مروان امك كرهها الكريمه. امك لما تتكلم قول امي، هو ده اللي نسيناه. لما اتكلم اقول امك، ولما تتكلم تقول امك، وكاننا بنتكلموا عن اتنين مش واحده. قول لي رحت لشهد ليه؟ مش عايز ابوي يقف في المحكمه. ولا واحد منينا عايز يروح ابوي المحكمه. بيه العمل انت شايف ايه؟ انا مش شايف حاجه. هسيبك انت تقول ايه اللي لازم نعمل وانا معاك. انت الكبير. يعني مش هيجي يوم وتقول مروان اتصرف من دماغه وقلل مني؟ مش هقول يا مروان. ندي كل واحد حقه وانا معاك. حتى عمتي يا حسن. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. نورتي بيتك ومطرحك يا ست الكل. يا اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة يا عمتي. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة يا عمتي. عاملة ايه؟ زي الفل. هي بس تطلع تستريح وهتبقى زي الفل. انا هطلع لحالي. لا حالك ايه؟ ده انا جوزك حبيبك سندك، لازم ابقى وراكي وفي ظهرك. قلت لكم عايزه ابقى لوحدي. طب اعمل لك لقمه تاكليها؟ ماليش نفس. اقسم بالله قلبي واكلني عليها، بس هنعمل ايه؟ ادي الله وادي حكمته. أمتي أنا ما عايزة أتكلم مع حد، بس أنا جاية أطمن عليك. قلت لك ما عايزة أتحدد مع حد. اطلعي بره. أمتي أنا محتاجة أتكلم معاكي شوية. عايزة تقولي إيه؟ الكلام اللي أنا هقوله لك ده مهم. خلاص خلاص، ما بقاش في حاجة مهم. لا في، لما تعرفي إن اللي حصل ده ممكن يرجع أحسن من الأول. أنت عايزة إيه يا زينب؟ عايزة تشوفيني وتشمتي فيا؟ عايزة تتفرجي عليا بعد ما اتشوهت؟ لا يا عمتي والله أنا بتكلم بجد. أنت ممكن ترجعي أحسن من الأول 100 مرة. بره مصر في دكاترة تجميل كتير جدا شطار قوي. هو أنت عمرك ما سمعتي عن الممثلات اللي بيسافروا بره وبيعملوا عمليات تجميل؟ صح الكلام ده يا زينب؟ أه طبعا صح. والعمليات دي كيف بتتعمل؟ بصي هي سهلة بس محتاجة شوية فلوس. يعني انت الأول لازم تاخدي فلوسك علشان تقدري تسافري برا وتتعالجي وترجعي أحلى من الأول 100 مرة. مروان انت فين؟ أبوك كان معايا وتعب ونقلته المستشفى. أيوة الدكتور بيقول جاله جلطة. انت بتقول ايه؟ أنا جاي. في ايه يا مروان؟ ايه اللي حصل؟ أبويا جاته جلطة. يا ساتر يا رب. طيب أحط حاجة عليا وأجي وراك.